أصيب 15 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال عند حدود قطاع غزة. كان فلسطينيون قد احتشدوا على منطقة الحدود في آخر جمعة من الاحتجاجات التي بدأت قبل 6 أسابيع وأطلق عليها مسيرات العودة الكبرى، فيما قال منظمو الاحتجاجات إنهم يتوقعون توافد عشرات الآلاف من سكان غزة وباقي المناطق الفلسطينية عند الحدود في الأيام المقبلة. يذكر أن حصيلة الشهداء من الفلسطينيين بلغت 43 فلسطينيا منذ بدء الاحتجاجات قبل شهر ونصف الشهر، ومن المقرر أن تبلغ ذروتها في 15 من مايو تزامنا مع 70 قيام الدولة العبرية.